إعداد قناة شباب نتني، والسلام عليكم. قال فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم أن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن نهائي العصبة الإفريقية سيتخذ خلال أيام معدودات، مشيرا إلى ضرورة أن يكون الوداد جاهزا على المستوى الرياضي لكي يتوج باللقب. وأضاف رئيس الجامعة في تصريح لراديو مارس: سأكون في مقدمة المدافعين عن حق الوداد مهما كلفني ذلك، وعلى جمهور الوداد أن يطمئن. وتابع لقجع: نتمنى أن يكون التحضير جيدا لتتويج جهودنا ومعركتنا القانونية بالنجاح. هذا وقضت محكمة التحكيم الرياضية اليوم الأربعاء بإلغاء قرار الكاف القاضي بإعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد والترجي التونسي. وحسب بلاغ التاس فقد تم قبول استنافي الوداد والترجي جزئيا، وبالتالي تم إلغاء قرار المكتب التنفيذي للكاف بإعادة مباراة إياب النهائي، بما أن الجهة التي اتخذت القرار ليست مختصة. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه. اللقاء.